الفنية. مركز اتصالات خان شيخون بريف إدلب يعود لتقديم خدماته للمواطنين بعد إعادة ترميمه وتركيب التجهيزات الفنية والبرمجية على نداء إدلب 023 بسعة 2000 خط هاتفي و256 بوابة إنترنت. فعليا بدأنا العام منذ العام الجديد 2023 بتركيب خطوط هاتفية للمواطنين الموجودين في خان شيخون ضمن الإمكانية المقسم، إمكانية المقسم 2000 خط هاتفي و256 بوابة موجودة عندنا في المركز، ونوعدنا نحن إن شاء الله بعام 2023 بتزويدنا ببوابات جديدة تغطي كافة المواطنين الموجودين أو المشتركين في الهاتف في مركز هاتف خان شيخون. وحاليا نقوم بالعمل في توصيل الشبكة وتوسعة بربع الأعمال، توسيعة العقد القديم بربع الأعمال الجديدة لنتمكن بتغطية كافة الحارات أو المواطنين الموجودين في خان شيخون. فرع اتصالات إدلب أنهى أعمال المرحلة الثانية من مشروع تأهيل الشبكة بتركيب 3 مجموعات هاتفية إضافية ومد الشبكة الأرضية والتجهيزات الفنية اللازمة بهدف تخديم عدد أكبر من الأحياء وتوسيع خدماتها للمزيد من المشتركين. حاليا يقوم فرع اتصالات إدلب بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الرئيسية والفرعية في مدينة خان شيخون، حيث تم في المرحلة الأولى تنفيذ 7 مجموعات والمرحلة الثانية تتألف من 3 مجموعات. تم تنفيذ مجموعتين حاليا وتم مد الكوابل الرئيسية والفرعية للمجموعات، وتقوم حاليا الفرق الفنية والفرشات الفنية بتوصيل الكوابل إلى المجموعات وإلى العلب، وخلال فترة وجيزة سوف يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع ووضعه بالخدمة الفعلية. تكلفنا بالمرحلة الثانية من فرع اتصالات حماة بمشروع خان شيخون لأنه تفاجأنا أنه الشبكة الرئيسية والفرعية مدمرة بشكل فظيع يعني، فكانت المرحلة الأولى غير كافية لخدمة المواطنين، فتكلفنا مرحلة ثانية عم نخدم فيها المواطنين، عم نمد كابلات جديدة، عم نركب علب جديدة، مجموعات جديدة، مدينا خطوط رئيسية جديدة بالغرف التفتيش، وإن شاء الله بالأيام القليلة القريبة يعني راح تكون الموضوع المشروع منتهي. أعمال إعادة الإعمار مستمرة في مناطق إدلب المحررة من الإرهاب بالترميم والتأهيل والبناء تزامناً مع عودة مستمرة للأهالي إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية التي هجروا منها لسنوات عديدة.